عليكم، كي راكم لاباس؟ ان شاء الله تكونوا كاع لاباس ان شاء الله. واليوم نحضر معكم ان بلاكابي لي سابيل ام قفول بالعربيه واسمه مسفوف. المسفوف المسفف. اليوم نتحقوا زروردية هي بالعربية كاروت. بالعربية بالفرنسيس كاروت. سنارية. فوالا. نديروا وحدة كبيرة ولا جوج صغار، وهنا حبة كبيرة بطاطا، وهنا عندنا حبة غورجيت، وهنا عندنا جريوات بالعربية. لا هذه لا. الكورجيات هي الجلبانة. هذه لا ريكوفير. لا ريكوفير والجلبانة. جلبانة. جلبانة بيتي بوا. ولا ريكوفير فازولا احنا نقولوا لها فازولا. فوالا. وهنا عندنا وحدة لفت. نافي. فوالا وثلاثة بيضات. وهنا عندنا سكسو. اللي يحب يدير سكسو تاع الشعير، اللي يحب يدير سكسو الأبيض. هذه تشيشة. تشيشة. ونبداو التحضير إن شاء الله. هنايا نديرو الكسكس فيه الماء، البرمة فيها الماء باش نفورو هذيك لي ليغوم. فوالا. هنا عندنا هذيك حبة زروردية، فوالا اون كاروت، نديروها هي الأولى، نخليوها حتى تفور شوية، يدخلها شوية طياب باش نديرو لي زانكغيدي واحد أخرين. هنايا نبداو مهما درنا هذيك الكاروت تفور شويه، هنا بسم الله نبداو نديرو السكسو تاعنا. بغيتو ديرو سكسو هكا بحال قلنا، ولا ديروه هذاك الابيض كي حبيتو. فوالا خصكم تنقيوه مليح، سقتو هكا مع حنا شريناه في الساشي هكا، خصكم تنقيوه مليح. قسمناه بالجبال الساشي. انا دركا ولينا نغسلو كل شيء. نخافو من هذا الفيروس، ربي يسترنا ان شاء الله. يستر بنا المؤمنين. ولا تستغاجو تيلا. بيبين. داكور. وندخلو مليح هذيك الزيت. وندخلوها مليح، نديروها بحال كنديرو السكسو عادي. هكا ندخلوها مليح مليح. فوالا بسم الله، بعد نرشو هكا بالماء. ما نخافوش منو هكا، ومن بعد ينشف. فوالا. وهنا دركا نخليوه هكا ينشف. فوالا خليوه ينشف. فوالا انا ما شمختش بزاف خاطرش كان عندي ديجا. وانتو ما تقدروا تديروا نص كيلو كيلو، كل واحد شحال حب على حسب لي بيرسون. فوالا بعد ما دخلها شويه طياب هذيك زروديه هذيك كاروت، نزيدوا عليها هذيك اللفت بسم الله، ونزيدوا عليها هذيك البطاطا. نزيدو عليها الكورجيت كما تقولو نتوما القرعة. داكور. هادي زيدي لنا جلبانة باسكو انا نموت على الجلبانة، انا نموت على لاغيكوفير. فوالا ها حنا زدنا الجلبانة. فوالا الملح حقري. الملح حقري. بسم الله. يا سيدي الملح. الملح. ملح كل واحد شحال يحب يدير. ونغطي. ها راه الخضره تاعي بعد ما تفورات هنايا، ما تخليوهاش تطيب بزاف حتى تولي حريره. لا ما تخليوهاش تطيح بزاف، تشد هكا روحها. الخضره ديجا صحيه كي تخليوها ما تطيبش بزاف، الخضره صحيه. وهنايا نزيدو نرجعوا لهذاك السكسو بعد ما خلي درناه في هذا، بعد ما درنا له الزيت وخليناه ينشف وكل شيء. بسم الله دركا نخليوه هكا، ندير له الماء ونخليوه يتنفخ اون اور. نفخ اون اور بوندون اون اور يتنفخ هكا. نغطيو ونخليوه هكا ساعه باش يتنفخ. فوالا
بعد ما صاي نشف من الماء دور كنفوروه التفويره الاولى. فوالا حطيت في الكاس باش يفور لا بروميير فوا ان شاء الله باش يجي بنين. يجي بنين. يجي بنين ان شاء الله. الشيشه هذه مليحه. هنايا بعد ما فار هذيك الشعير تاع البلبوله، بعد ما فرت هنايا الفوار الاخر هنايا ياك ها منين كديروا هالزيت في الاول ما كتديرش لي بول، ها ما كديرش لي بول نهائيا. وهنا دور كنديروا لها زيت زيتون. فوالا نديروا لها سم له زيت زيتونه. فوالا شحال من خطوه هذه الفوره؟ هذه الثالثه. شمخوها في الماء دابور ومن بعد تفوروها ثلاثه قطرات وهكاك ما تخافوش منها، ساهله البلبوله. كاين اللي يقول لك صعيبه من الخدمه، ماشي صعيبه خدمتها كاع. هذيك البلبوله اللي خشيناها هكا كي كتشوفي بصح هكا دركا طابت ولات بحال سحسو الرقيق العادي. فوالا كتفوروها مليح. فوالا ودرك نرمي وله عليه هذيك الخضره ابخي اللي هكا. من تحت للفوق. فوالا اسمها تجي كيما طابولي. طابولي سي كسكس مع ليجيم. كل واحد كيفاش يسميه. كل واحد سميه كيفاش سيسميه. ها راه السفسو تاع الشعر بالبوله تاعنا راه كيوجد وصحتكم. هكا تاكلوه بالبن ويجي خدمته ساهل وبصحتكم. ما تنساوش تابوني وتديروا لي لايك على بروشين فيديو ان شاء الله. سلامه.